مرحبا مرحبا علي. اليوم نبغى نسوي التجربة الثانية في الكتاب، تجربة لماذا يرتد البالون في الهواء. طيب قبل لا ننفخ البالون، ممكن نجرب الحين ونصفع البالون هنا على الخشب، هل البالون بيرتد أم بيوقف مكانه؟ وش توقعك أنت؟ أنت لو ترمي مكانه. إيه لو ترميها الحين ما ترتد صح؟ إيه. ما ترتد، معناها لازم نحتاج إلى الهواء أول حاجة عشان ترتد، ونحتاج إلى وشو هذا؟ طاولة. مو شرط طاولة، طيب في الأرض أقدر ترتد لو ما ترتد في الأرض؟ ما ترتد حتى. ليش ما ترتد إذا نفختها؟ إيه. ترتد معناها أحتاج إلى سطح. صح؟ بعض السطوح ما تقدر ما ترتد البالونة، ما بترتد أو بترتد بشكل أضعف. مثلا لو رميت البالونة المنفوخة بالهواء في خلنا نقول مثلا على الرمل، أنت قاعد عند البحر على الرمل الشاطئ ورميتها، ما بترتد بالشكل اللي تبغاه أنت. مثلا لو رميتها على طاولة ملساء من الخشب زي هذه، صح؟ طيب يلا خلنا نجرب ننفخ البالون ونشوف. وين بتروح؟ بجيب هذا. داي بالونة. وش؟ مو بجيب بالونة. وش منفخ؟ كيف؟ وش في المنفخ؟ عشان ننفخها. كيف؟ طيب وفمك ما هو منفخ؟ جرب استخدمه منفخ. أيوه هذا منفخ جيد. يلا ما يحتاج منفخ، يعني انفخ. وش فيك بحد؟ روح اول حاجة البالون مصنوع من ماذا؟ البالونة ماذا؟ وش الماتيريال حقها؟ غاز. لا انا اتكلم عن هذا اللي تلمسه، الغاز اللي داخلها الحين. الغاز او الغاز الشيء اللي دخلته داخل. سوليد. انا اعرف. اوكي سوليد، ممتاز. صلب، الصلب مطاطي. طيب وشو هذا؟ وشو الشيء هذا؟ هو سوليد بس وشو هذا بالضبط؟ هذا وشو اللي تمغط الحين؟ وشو هذا بالضبط؟ هذا الشيء اللي تمغط هذا وشو هذا؟ وش نسميه؟ رباط. لا مو هذا، هذه ككل الماده هذه ما هي ماهيتها؟ سوليد. انا اعرف انها صلبه، هذه نوع المادة. أنا أتكلم نوع المادة. مطاط. نستخدم مطاط أو يسموه لاتكس. هذا ليش يتمغط؟ هذه ليش ما تمغط الطاولة؟ لأن الطاولة هذا خشبية، مصنوع من الخشب. صح. الخشب قوي مرة. صح. يعني هذه مطاطية. ممتاز. يعني الطاولة مصنوعة من الخشب، المادة المصنوعة منها الخشب، هذه مصنوعة من اللاتكس المطاط. زين، وثنتينهم صلب، هذه صلبة سوليد وهذه سوليد، بس هذه اللي داخلها وشو اللي داخلها؟ داخلها غاز. غاز. وهذا وشو الغاز؟ وش نوع الغاز اللي دخلته؟ هواء. هواء، انت دخلت هواء، هو في بالاحرى اغلب سي او 2 هذا. خلنا نشوف نجرب الحين، خلني ابعد شوي بس. يلا جرب انت ترمي البالون على الطاولة وتشوف يرتد لو ما يرتد. صح؟ ارميه بشكل أقوى. طيب قوم وقف وارميه بشكل أقوى. ارتد. صح؟ بعد مرة. وين راح؟ أيوة. السؤال اللي أبغى أسألك إياه الآن، ليش ارتد البالون الآن؟ ليش ارتد؟ ليش ما ارتد قبل شوي؟ الهواء يبغى يركب فوق، مو يبغى ينزل تحت. الهواء يبغى يركب فوق. صحيح، الهواء يحب يصعد فوق. نعم. ما عليه. زين، الهواء يبغى يصعد فوق، لكن هذا مو هو السبب الرئيسي اللي يخلي البالونة ترتد. وش السبب؟ قل لي، خمن. تقدر تخمن؟ بس هو النطاط. المطاط هذا عامل، المطاط عامل لأنه قدر تملأ البالونة بالهواء، خلاك ساعدك إنه تملأ البالونة بالهواء.
لكن أقدر أملأها بأي شيء ثاني وأخليها ترتد، مو شرط المطاط، أقدر أملأها بمادة ثانية غير المطاط وأخليها ترتد، مثل الكرة، كرة القدم، بعض الكرات، بعضها ما هو مطاط، ما هو مصنوع من المطاط. إيه أدري. طيب وترتد الكرة. طيب أنا أقول لك، أنت لما تنفخ الكرة هذه أو البالون، لما تنفخها الهواء جزيئاتها الصغيرة ما تحب تكون قريبة من بعض، تحب تكون متباعدة متناثرة. أنت الحين هنا في هذا البالون علي، أنت وش سويت لما دخلت الهواء؟ وش سويت؟ قل لي، خمن خمن. أنفخ. نفخت ودخل الهواء هنا، وش صار في الهواء؟ وين يبغى يروح الهواء؟ يبغى يتجمع في كل مكان. أنت حشرته، حشرت الهواء صح؟ هو ما يبغى، ما يبغى ينحشر الهواء، يبغى يتحرك على كيفه، يبغى يروح منه، يبغى يقول سلام عليكم ويروح هناك. إيه؟ ما يبغى يقعد في مكان الهواء، يبغى يروح بعيد، يتحرك، يروح ويروح ويرجع. انت حبسته هنا، الحين الهواء كله محبوس هنا، فوش قاعد يسوي الهواء؟ قاعد يسوي، وش يسوي؟ قاعد يدف، يبغى يطلع، بس لكن محبوس بسبب وشه؟ بسبب المطاط. يعطيك برشر صح؟ يعني يضغط. فانت هذه البالونه مضغوطه الحين بالهواء، مضغوطه بالهواء زين. فانت لما ترميها صارت تقريبا كانها صلبه، مضغوطه بالهواء صح. فانت لما ترميها يعني علي، وش قلنا؟ يعني لما ارمي البالون وهي مملوءه بالهواء، الهواء مرن زين. طبعا هذا الجواب المختصر، هذا الهواء مرن، فوش يصير؟ الهواء مرن لما اضربه، لما ارميه على الطاولة يرتد. طيب لو حطيت، لو عبيته هنا رمل ولا تراب، هل بيرتد؟ لا. ليش؟ بيطيح بسرعة، بيطيح وبينفشخ البالون بق كده زي البيضة بيصير صح؟ معناها الهواء هو عامل مساعد، يعني باختصار الهواء عامل مساعد علشان ترتد البالونة. علشان كذا أشياء وايد بابا نستخدمها تعتمد على الهواء، كرة القدم اللي يلعبوا في التلفزيون هذول يستخدموا الهواء، كرة السلة، السيارة التاير عندي صح؟ كفراتها هذه، التاير هذه يستخدم هواء، أشياء وايد تستخدم الهواء. مروحة؟ لا، معبية داخلها. أنا أتكلم داخلها محبوس، هواء محبوس زين. السيكل حقك صار، وش سوينا فيه إحنا يوم نفخنا؟ كبر وانتفخ. إيه، لأن الهواء انحبس 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 داخل وصار مليان، صار صار التاير حقه مليان هواء، فصار قاسي. لما يصير قاسي وش يصير؟ باختصار يصير احتكاك أقل مع الأرض، فهذا يساعدك أن تمشي بشكل أسرع، يعني ما تواجه صعوبة لما تحاول تمشي بالسيكل أو تتحرك بالسيكل. هذا نفس الشيء هنا، الهواء ملأ البالونة صارت قاسية، فصار سهل أنها ترتد صح؟ صح. طبعا في أشياء ثانية، في عوامل وايد ما بنتكلم عنها إلا لما تعرفها أنت بعدين، مثل ان البالونة اصلا لما ترتد البالونة او كرة القدم او اي شيء ثاني، لما يرتد هو يخسر طاقة، اصلا في طاقة يخسرها كحرارة، لكن ما بنتكلم عنها الحين. هذه واحدة من الاسباب اللي تخلي الكرة ما ترتد بشكل جيد لما ترميها. طيب زين، فهمت لو ما فهمت؟ فهمت. الترو وش اللي فهمته؟ فهمت ان البالونة إيه؟ اذا ما فيها شيء داخلها، اذا ما فيها، لازم نكون دقيق، اذا ما فيها هواء، اذا ما فيها هواء محبوس داخل، محبوس، اذا ما فيها هواء ما تقدر ترتد صح. اذا فيها هواء بس فيها كده ترتد تطير صح. صح، يعني الهواء عامل مساعد لارتداد البالون صح. وبعد في هنا، في داخل احنا
يحتاج يبغى ينزلها أو لما نحط الهواء داخل يروح يتجمع في كل مكان. نحبسهم يعني نحبس جد إيه. بعدين على طول يروحوا كده يدفون. وش من نحبسهم دول داخل؟ الهواء. جزيئات الهواء. جزيئات أشياء صغيرة ما تشوفها. ما يبغى يبقوا مع نجيب كده يبغى يقول السلام عليكم. صح. يبغى يمشي وتنزلها. صح خلاص. لأن عندك حصة الحين. يلا قوم عندك تدخل حصة.